توحشنا وتوحشنا وتوحشنا توحشنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. بسم الله بها بديت، بها يد البادي على النبي صليت مولاي محمدي. الحاج محمد بن محمد بوزوبة من مواليد 1940 بمدينة فاس، المدينة اللي عاشوا اللي خلقوا فيها بزاف ديال الفنانة وبزاف ديال الشعراء وبزاف ديال الممثلين المغاربة اللي وصلوا بالفن واللي هو واحد منهم. الحاج محمد بوزوبة اللي خلق في مدينة فاس، في المدينة القديمة، في حي الجزيرة، في الدار دبش الشاوني، تم خلاق، تم كبر، تم دوز الطفولة ديالو. أنا كنعرفو ملي كان صغير، ملي كنا صغار كاملي خلاقينا في حومة وحدة، وكان الدرب حدا الدرب، وكان ديما كيدوز حدانا من المدرسة ولا هذا، حنا دراري كنكونو واقفين وهو كيدوز، حتى هو مازال صغير ديك الساعة، وكبرنا في حومة وحدة كاملين. حتى كبرت وكبرت حتى هو ومشى هو للغناء. نعم الشرفة يدنا ما قتلوا دار بالبها والكيواني، واسمي ما يخفى البين محمد عمور طلب رجا يا فرحمن يغفر لي تحت نسلام ويثبتني على الشهاده بالثاني. الحاج محمد بوزوبة اللي هو الوالد ديالي بدا الحياه ديالو مشى للمسيد، من بعد مشى للمدرسه ديال العدوى، من بعد مشى للثانويه ديال مولاي دريس. بعد ثانوية المولاي خذ الشهادة ديالو ديال البوفي، من بعد منها بدا تيزاول مهنة التمريض في مستشفى عمر الدريسي. بالأوقات من العشية للعشية تيخلط على الوالد ديالو مرورا على جنان السبيل ويدخل الفاجديد، لأن الوالد ديالو كان تما عنده المحل ديال التوب، تيدخل عنده تما المحل ديال التوب، تيجلس عنده باش يتعلم منه التجاره، البيع والشراء في التوب. من بعد الوفاه ديال الوالد ديالو سنه 62 بدل التجاره ديالو، ترك داك المحل ديال فجديد وعمل محل تجاره اخرى ديال الخياطه اللي تيتوجد في شارع الحسن الثاني مجاور ديال قصيات العلج. من تما انطلقت المسيرة ديالو ديال التجارة. تربيت في عائلة ملحونية، والعائلة ديال فاس معروفة لأن الملحون كما يقال خلق في سافيلالت وتربى في مراكش ولكن كبر في فاس. مع ضميوم الخميس طاب السلوان يا لالا تعطر الهجرف بصان صارت نادوك الباب سن الباب يا لالا بعد ما كانت مدة غايبة علينا جاتنا على رضاها كيسان يا لالا بريف المسرارة من هويت ويدا دمي العدا ويدا دمي قلت لمينا هكذا بغينا ساعة فيها سنين وجا
وجود كيام كمول سلم حسن خلينا ناشطين حين حضر وجهك كل خير كاين حرب تستاكل شبين كبي كاس الخمراش كاس عين ورا نساوية يديك الحجبان يا اللي وصولك من ضرنا يا من فختي على جميع الغزلان لا وش فاك يا خد الورد في رياض السوسان يا لالا يا اللي وصولك من ضرنا يا من فختي على جميع الغزلان يا لالا بالعيون الكحلا وش فاك يا خد الورد في رياض السوسان يا لالا يا اللي تخرج جوع خاص الحاج محمد بوزبع هو صديق و ومنجر الميدان الفن صابني انا سابقه قبل منه وانا نعرفه ولد وهو ولد 14 و 16 عام في حياه الاب رحمه الله باباه الحاج محمد رحمه الله ما بدا في الفن سمع الكلمه ديالي عجبوه بدات طلب مني نعطيها القصيده الاولى والثانيه عطيتها له غناها جاب له الله فيها والسياس فاس بها وانا ما غنى لي غناوا لي عدد الناس ما غنى لي حد بحاله بديت انا تنحبو يغني لي صلى الله عليك يا زين العمامه رسول الله يا عريس القيامه العمامة آدم وحواء يا عريس القيامة الله عليك يا زين العمامة رسول الله يا عريس القيامة أما هما ثمانية يا زين العمامة حملت العرش يا عريس القيامة الله عليك يا زين العمامة رسول الله يا عريس القيامة حاج محمد بوزبع عنده 11 جد في تاريخ الملحون طويل ماشي الملحون فقط 11 جد كلهم اولا شعراء تبارك الله كاين اللي شعراء في الذكر العيساوي كاين اللي شعراء في الذكر الحمدوشي كاين اللي شعراء في ذكر هلتوات كاين اللي شعراء في الملحون الا يمحالي محوري عنك ما يخفاو خدي في حالة خد من هواها راوي وجنتها ناري وخالها مولاتي زوا ألايم حالي محوري عنك ما يخفاو خدي في حالة عظم داك اليوم فصدوا ناسي ومشاو تركوني نواح فرصم ضميري كاوي يحسن عون اللي مشاو ناسو من بعد كوا شدوا عن قلبي رحيلهم مع النجم سراو ولا لي الفرقهم فعضايا متساوي تمادى طولو في ساكني وحد في ميتوى لو حملو ذاتي مع ضمير مناير دواو بهواد جيكدي بريزها بالحجر الضاوي لو جمعو جسمي مع العقل تكمل النشوى ألا ينفرقوا القلب عني شاردوا غداو تركوني نجري مع
معسرة في كل سهاوي. قالوا ما حس نوقص انتي مع الزهوى بزناجل ومقايس الذهب بالنغمات دواو مدور وطراش الحليل للخد مخاوي. سوالف زبراج ريشهم على القدم هوا. أول لقاء مع الحاج محمد بوزوبة كان واحد الشريف الجازولي الله يرحمه كان كيدير الكمال وجاري في الحي. ما أنا كنت في الحي كان ندير قصيدة تراكا كنت مولوع بالملحون وخا صغير. طلع عند الحاج محمد قال له واحد الوليد عندنا في الحي اش كان طلعت عنده. هي هذيك شافني عجبته مازال صغير داك الشيء هادي شي 1964-65 مازال داك الساعة صغير. أنا من وليد مواليد 52. هي هذيك استمرت بقيت كنمشي مع الحفلات بقيت كنمشي مع الحفلات تنضج شوية ودرت سن باش يمكن لي نتصد في الإذاعة. والهم الواحد اللي كان عنده كان والد المجموعة ماشي رئيس الجوق لا كان والد كان عنده جوج العائلات العائلة ديال الدار وكانت عنده العائلة ديال الجوق. خلوني على الحس انتبع الحادي المرحول يزي مرعدو بين القاح نعني السغط نهادي الغزلان إلى يشردو مثل ريام ديك الهادي فهادي وجدوني فهم حيهم موله والغو. قالوا أشكون قلت عبد غريب قناوي مشارط الحناك مايلي عن حالي قوة ندرو واختبرو ومقنو فيا وتمعناو شافوا عن خدني خطوط واد الدمع الهوي ورقتك حلا داوني مكسوب الزهوى. بديت نصل حرماند نرفدو وين كداو اسرح وسقي القرب نوني ونساوي ندقو تاد الخيام محزوم بلا اخوة نوقف عمدان الخوالف ويلا تخاو شرطان الخيمة نشدهم في شغلي قوي ونحلب نيا قلمها ونسقيهم بالغوة نركب الاطفال فوق من زندي كان بكاو نراري بهم حالة المسوع الهوي. قالوا هاد العام ناس حيخيس بما يسوى. الوقت اللي تلاقيت به حوالي 81-82 كان الجوق داك الساعات كومبلي الجوق ديال الملحون. هنا كانوا العازفين معروفين في فاس كان فلان وفلان وفلان. ها بعض الاخوان من الجوق ديال الحاج كانوا قالوا له راه كاين واحد الكمانجي كنعرفوه ربما هي هذيك. عيطوا لي الاخوان طلعت تلاقيت بالحاج وهذا شرف لي لي بصراحه الله. تلاقيت بالحاج مشيت خدمت معاه واحد الساره راه مازال اليومين هذا راه مازال مسجله في الارشيف. انا لقيت راحتي معاه هو في نفس الوقت لقى راحته معايا. قربني سيدي لعندو العقل عند غيرو لا حد يفادي جاب القزانات وجدو كذبوا عليه شمتوه دوا وعادي قالوا هاد العبد وعدو طرو قريب يتصرف دون مادي حسابه مسكين واش بالحق عليه دواو جاب بخور الند القماري زاد الجاوي طلعوا ليه ملوكهم ومتقوا ليه بالخوان
قالوا ذبح عليه لا غنى ضرارو يبراو ولا جيبو بربري في الفراسة في اللاوي ينظر في المدرا البيت في الصمرة غدوة ولا شوف الكتف كيف قالوا فيه ونهاو ولا شي خطط او حبر نجيم سماوي او حكيم نجيب عارف الطب بلا دعوة جاو جميع العارفين يا سيدي لي صدراو ولا باقي غير ناس لا سمع الزلهاوي جداو التخميس فايزين بصوت النجوع جا منهم حكيم غاتني بعد ما اشتفاو فيا رقباني وفادني بالخطو الساوي ظهرت السرار وعجاب بالاسم والكنوة سمعت بيه الباهية وناس الحسن وجاو اتبسمت وفح طيبها عني مسكاوي شميته من ريحته جعل لي ربي بجواه حليم حليم حوري. في عام 1986 اقترح علي الحاج في ذاك الوقت اللي انت ما تبقاش هكذا طايش على برا انت بلاصتك في وجوق المنحور هي هذيك الانطلاقه هي بس سبق الحاج محمد تا سبق على البلاصه ديالي هي هذيك باش توظفت في عام 1988 راني ترسمت هذه هي الانطلاقه ديالي مع جوق الملحون ولا لي الفقيل غمدو نسى قرايتو ورجع لي بوجادي سحراتو من بعد رشتو بالخد والجواهر وعيون هنادي راح مريض افضيق نكدو ما فادلو صبر لا حولا في هادي اتفكر تريم ما خدمت وقالت انتهو هاد العبد متاح والدي مملوك حراوي ملكي والشهود يصحح ما تنزعو من شوى شهودي شعري وحاجبي واللي هم ضواو خدي وجبيني وغورتي والهدب شراوي غنجوري وشفايفي وريق عصير الحلوى جيدي والدرعين والنهود نباو والسواو وعكون وصرا مخصنا والخصر الطويل ورد في المالي وسقف وقدام الخطوة تبت رسم الباهية سقط رسوم دعاو اصدق قول شهودها وقول الداعي خوي ما نفعو تبين في رسومو من بعد دوا ادعت العراض ناسها للقاضي ومشاو وكلت بزالي وكيلها فهم قضوي حازتني بمواجب اشرع وبصح الفتوى عليم حليم حوري عنك باش الحاج محمد بوزباع حاول صيانة تراث الملحون كل ما أعطي من قوة وجود عمل على تشبيب الجوق وبالمناسبة كان هو الجوق الوحيد اللي بقى في جهاز الإذاعة والتلفزيون ديال طرب الملحون تخلوا مجموعة ديال العناصر اللي استمر بها وعمل بها جولات في المغرب كنا في مهرجان السعيدية تنتصل بالحاج محمد بوزباع باش يجي الوحيد اللي كان تيسهل المامورية كاملة ما تيتناقش لا فين غادي نعس لا فين غادي تنقل
لا كيفاش حتى تتصيب المجموعه باللباس ديال الموحد. والغريب ان التواصل مع الحاج محمد بوزوبع كان في كل مناطق المغرب وبشكل جيد. محمد تاج العشرة والله علام بنا محمد تاج العشرة أحجاج إلا مشيتو بلاتي مهلو عليا 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 نتوضى في بير زمزم ونصلي في بورخيا أحجاج إلا مشيتو بلاتي مهلو عليا أحجاج إلا مشيتو بلاتي مهلو عليا نتوضى في بير زمزم ونصلي في بورخيا تعرف بلي أن ديك الطموح ديال الشباب وكانت واحد الفرحة كبيرة هي باغي اللقاء باغي كيف نشوف الحاج. فكنت تنعرفو من بعد صلاة العصر تيهبط للمدينة القديمة. أنا كان تنجلس في حي البطحاء وتنجلس تما تقريبا ثلاثة ساعات أربعة هي باش نشوفو نزل بالسيارة ديالو ونسلم عليه ونرافقو للمدينة القديمة ونعاود نطلع معاه حتى تياخد السيارة ديالو. فاش كان عندي واحد الفرحة كبيرة هي نمشي في جنبه ونشوفه إن كان عندي كي قلت لك طموح باش شي نهار يوم من الأيام نأدي شي قصيدة من القصائد ديالو. الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا وسعيت بابك يا ربي الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا وسعيت بابك يا ربي بسم الكريم في تنشادي بسم الكريم في تنشادي بسم الكريم في تنشادي سبحان عالم الخفية أصايرين محمدي أصايرين محمدي أصايرين محمدي لله منه عليا أنا اللي قوات عيوبي أنا اللي قوات عيوبي أنا اللي قوات عيوبي والصبقة صبقت ليا أصايرين محمدي أصايرين محمدي أصايرين محمدي لله منه عليا بجاه النبي محبوبي بجاه النبي محبوبي بجاه النبي محبوبي سهل يا الله عليا أصايرين محمدي أصايرين محمدي أصايرين محمدي لله منه عليا الله الله مولانا الله 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 مولانا الله الله مولانا الله 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 مولانا بسم الله نبدا قولي في نشادي سبحان الله والأول تمشي بسم الله نبدا قولي في نشادي سبحان الله والأول تمشي ارحمنا يا رحيم القريشي سبحان الله سبحان الله قولها وانت ماشي سبحان الله قولها وانت ماشي أنا الضعيف وانت ربي الغني سبحان الله قولها وانت ماشي روائع ديال الحاج ما تتنحصرش يعني بعد لا تكلم عليها من دابا سنين وكانت كي قلت لك قصائد جميلة قصيدة المرسول الدمليج الحراز غيتا فاطمة يلطف الله الخافي ناكر الحسن هادو كان وكنت تنتمنى أمنية شي نهار نغني قصيدة من القصائد اللي تغني. قلت لك في هذه المرحلة هذه كنت تنعرفو بلي أن تيمشي للإذاعة تمشي نسول في دار الإذاعة فوقاش النهار اللي غادي يسجل شي قصيدة وكان عندي افتخار باش نمشي للإذاعة ونتصنت على ذاك القصائد. هادو الولاعة كي قلت لك ديال الشباب طموح عرفت يا ملكي بعبدك وعطف يا صبغ النيام يا بدر الامام الختام يهديك الله لا تعذب قلبي قصيت مكفى انت الموصوف بالمحاسن وانا المنسوع بالغرام وعيت ام لازم السقام وما بغيت من جمار في قلبي محال تنطفى
نبات نسهروا الليالي ودموعي حايفة سجن نبكي ونوح فرصام على محبوب خاطري من جرع عليا ولا عفا امتى يا ملكي نشاهد خدك يضوي على رصام ما بين امحاف الريام ونقول بريت من علالي ونسيت محي الجفا وبوتا جملاح فيا يحييني غير بسلام وراي سير تكرام باقي في نشفى حبيب وقعدية الموالفة لا حالة كيف حالتي راضي بهواك ما شكيت منك يا روح راحتي وين انا نلت ما نويت حتى تخضى حاجتي نصبر ونقول ما مشاليت مجادي في البحر وانا ما ضاع لي نظام يسمع قول الحسود فيا يتقدر بعد ما صفى يا وين العاد الموت وحنا خواب لفصم لا تسمع للعدا كلام اليوم ضحيت بيك العدو عدايا ليك رايفة اشتقتيني في ديك لبها وهجر تيني على الدوام الله أصاب غنيام انشرتو برضا عليا وطوي توب المخالفة نعتادك صاحب الولاعة وبيات الشعر ونظام وتواشح مالها سوام ونعرفك صاحب الطفا والرفا والمسعفة ثلاثة ديال التنويعات في الموال فهو يأديه كبيتين خارجين من قلب الزاوية الصوفية ويؤديه اللي كان سميوه الشكوري كما كتأديه كما كيأديه ألبير مثلا أو سامي أو بطبول الأب للطائفة اليهودية المغربية ثم يؤديه بالحصورات والتديرات الشرقية أغار عليها من أبيها وأمها أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدتها بالكلام من الفم أغار عليها أن ترى الشمس وجهها أحسن وصف فوق قد ومعصام وأحسد كأسة تقبلن تغرها إذا وضعتها موضع الأيام من الفام لها حسن يعقوب وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم لها حسن يعقوب وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم ولي حسن يعقوب ووحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم كان تيغني الملحون، كان تيغني الشرقي، كان تيغني المغربي، كان تيغني الشعبي. يعني هذا خلاه ياخذ خبره كبيره في الانغام وكيحس بالنغمه شنو هي وتيعرف شنو هي النغمه ودخل خرج منها. صغري وانا في الهم والهم طلع عليه
صغي وانا في الهم والهم طال علي كان لازمني نخمم قبل ما يظلموا عيني هادشي عند ربي مزمن لا يربح غيمول النية في الاداء ماشي غير في الشعر ديالي في الملحون كله تيعملوا هاد الحركات ما تنعملهمش حنا اللي دازوا قبل منه ولا لا في هذا الوقت تنغنيو بالاوزان ميزان هو تيعملوا واحد الحركات اللي عملناهم حنا وربما ما نعملوش الميزان هو تيغني تيغني وكل لفظه تيعمل الحركه ديالها بين البارح واليوم ديال ايام احلام فيها الفرح عمرني ما ننسى بين البارح واليوم ليلة يا محلا فيها الفرح ملموم عمرني ما ننسى ما كاين ثانيا حتى بالنسبه للشعبي حتى
بالنسبه للشعبي انا ذاك الساعات اللي قررت تنخدم مع برقام في الستينات وسمعت لله على الزينه يما وكانت الوالده ديالي الله يرحمها ولا لا جالسين وهزوا الكيسه وبداو يطبلوا بالسينيه من تما انا اللي قلدها بحال اللي تركزت فيا الفن. اخويا الحنين حبيت الزين وانا مسكين اخويا الحنين تهلا فيضات الوالدين. اخويا الحنين حبيت الزين وانا مسكين اخويا الحنين تهلا فيضات الوالدين. شفتو جاي من البعيد يشبه الهلال العيد شفتو جاي من البعيد يشبه الهلال العيد هاك النهار سعيد لقاني ربي بالزين. وزالي ما ننسى العقل والروح معاه وزالي ما ننسى نوصف نعيش معاه ونكونوا سوا الاثنين. زينا في البستان بين الورد والغصان زينا في البستان بين الورد والغصان شرحنا شي كيسان تفاجأ قلبنا الحزين. الحاج استفدت منه شحال المسائل كثيرة بزاف. اولا وكان خويا افتخار كان تيعلمنا كيف نلبسوا كان تيعلمنا كيف نهضروا كيف كيعلمنا كيفاش ندخلوا للمحلات المزيانين لان كنتلاقاو مع الناس مزيانين بزاف انا ما خلينا مع لا فرنسا ولا تونس ولا الجزائر. شفتك مرة متعدية وكتس في العيون علاش عليك إلى الباهية وفي حبك مغروم. يا باهية يا باهية وفي حبك مغروم. حاجب العين الكحلة تحت الحاجب العين الكحلة قد هكا قد النخلة قد هكا قد النخلة تحت الحاجب العين الكحلة تحت الحاجب العين الكحلة اشفر منه يتسلك لي بالمغروم. يا بهية يا بهية وفي حبك مغروم. الحاجب يشرح ويداوي قليب المغروم. يا بهية يا بهية وفي
في حبك مغروم شتك مرة بتعدي وكنس بلا عيون شتك مرة بتعدي وكنس بلا عيون علاش عليك يا لالا بايا في حبك مغروم يا بايا كنت يبغي المديحين بزاف وتيحيي المناسبات مناسبه عيد المولد مناسبه عاشوراء باحياء ليالي صوفيا منها عساوه منها حماتشه منها هلتوات تيجيبهم لعندو لهنا للدار ويقوموا بالامداح ديالهم والايقاعات ديالهم يا لايم سلم ليا بابا 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 خليني كيف خضوغات لي يا مولا ما بدي ما ندير هذا حكم الله بابا 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 السابق في الزمان لازم نودي الله الله وكل شي بخيار الله خيار القول لا إله إلا الله كان الإيقاع ديالو في الملحون فريد من نوعه حيث حتى داك يعني داك الأصم من كله يعرف واش يقول لا بإشارة ديالو ولا بابتسامة ولا تيوضح الكلام وخصوصا في القصائد الدينية لأنه هو تا هو كان نقولوا صوفي يعني ملتزم شوية كانت تحس به بأنه كيتأثر بداك الكلام وتيخرج له من الأعماق ديالو يا بابا أنا خدم رسول الله سيدي جالي على النبي الهادي يتعوضش في هذا الباب اما الطريقه باش يغني عمل ربا جيل على يده ربا جيل ديالو هو حنا كنا ما يمكنش الراجل يغني الملحون هو واقف عمرها ما جاتنا البال ما يغنيش ويديه خاويه يرجع يعمل في يده كمان جاء او تعري جاء او دقبوقه او ان كان ولا بدا تيعمل رش هو جات يغني واقف ولابس لباس عصري
حنا كان عندنا رشاش يكون عنده في الحرفه ديالو خدام درياز ولا خراز ولا ضباغ ولا شيء، ويخرج من المعمل ديالو ويجي لدار الحفله يربع رجليه ويجلس يخدم بالبلغه والجلابه ولا برك الزفور راسو ولا الشكاره ولا يعني هادشي اللي كاين. اول ما بدا يغني الملحون واقف وبالحركات وباللباس العصري هو الحاج محمد بوزيرة. ايوا على المداني الدار مول الوار، ايوا على المداني الدار مول الوار، وانا بمديح وعاني صار ليلي ونهار، اعطى الله الغاني شربت الوار محمد سباني صلي وعلي الله الله مولانا الله الله بيب ربي داوينا الله 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 لايم يا لايم الله الله لا تلومني سلم ليا الله الله لمني في هاد الحال الله الله بيعلو يشري مني الله الله بيعلو بيع المحتاج الله الله ولا يجرب يعذرني الله الله الطيور اللي طاروا في السماء عملوا ضارة منين شافوا محمد شو قولوا بالغارة شو قو حتى باحوا ما سندوا ما طاب نعاس حبيبنا يا محمد انت العمامة فوق راس ولا بقى إلا ربي إن زارت محمد وناس كلي في قلبي طلع النهار على قلبي حتى نظرت بعيني انت الليلي يا ربي انت ولا مني فيا الواقفين على زمزم خليوني نروى منه حبيبنا يا محمد الله ودك من كونه إلى ذكرتك يا المجد نصيب راحة في نفسي لولا حبيبي محمد ما كان عرش ولا كرسي الله يا الله مولانا الله 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 الله. الحاج محمد من غير الفن الملحون جدوده وباه الله يرحمه كانوا عيساوة. كتعرف ما معنى عيساوة؟ الميزان اللي في تاع عيساويت راه صعاب، هو في الدم ديالو الميزان. حاج محمد في الدم ديالو الميزان، الا كان يحس بشي حاجه كانت هذاك كيشعر بها، لا مني انا كعازف ولا من الايقاع ولا اي حاجه، كان في الدم ديالو الميزان كيغني مرتاح. اللهم صلي وسلم من هو إلا النبي وسكنتي بالجبل على ربي والنبي الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
صلي وعلى النبي زيدوا في صلاته محمد العربي الخاتم بين كتافه الله 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 يا سيدي الله حاج محمد بوزباع هي اللي روجات لسوق الإنتاج في طراب الملحون. أعتقد أن الشاب بوزباع أنذاك والأستاذ أحمد سهوم عملوا كثير على تغيير المعطى ديال الترويج منتوج الملحون في الستينات. أنذاك كان التلفزيون الأبيض والأسود وكان شاب بوزباع غير في الجلسة بدينا تنشوفوا النجم طلة جديدة باللباس طلة جديدة في الترنيمات طريقة جديدة في التواصل طريقة جديدة في ترويج المنتوج. إذا كان الحاج محمد بوزباع عمل كثير على إغناء الخزانة ديال الإذاعة والتلفزة المغربية فهو كذلك روج الإنتاج دياله في الداخل والخارج من خلال مجموعة ديال التسجيلات اللي كانت ترافق أفراد الجالية ديالنا الخارج كأسطوانات وكانت توزع بشكل كبير جدا. اه يا ليلة البارح نتفكرك اليوم اه يا ليلة البارح نتفكرك اليوم قلبي بيها موالك نعشق معليالي اه يا ليل يا عين بين البارح واليوم اليوم 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 ليلة يا محلى بين البارح واليوم اليوم اليوم واليوم ليلة يا محلى يا هالفرح بالموت عمري ما ننسى ليلة الفرح واليوم ليلة يا محلى يا هالفرح بالموت عمري ما ننسى. ذكريات ديالي مع الوالد ذكريات كثيرة بزاف واللي كانت يعجبني فيها أنني كل نوبة نوبة تنشوف الفنانة اللي كانت تنشوفهم في التلفزيون ولا تنسمعوا اليوم في الإذاعة أنهم تيجيوا عندنا المنزل ديالنا وكان عندي الفضول أنني نشوفهم داخلين عندنا الدار ديالنا منهم عبد الحليم حافظ وأنا صغير تنسمعهم تيقولوا عبد الحليم حافظ غادي يجي لعند بوزباع شي حاجة مميزة واخا هو منعنا اننا احنا ما غاديش ندخلوا للقاعه فاش هما جالسين انا بالفضول اللي فيا حتى دخلت باش نشوف هذا وكاينين فنانه وحده اخرين بزاف ماشي كاين هادو كاين سامي المغربي كاين وادي الصافي كاين صباح فخري كاين فنانه مغاربه ديالنا سي احمد طيب العاج كاين سي عبد القادر راجدي سي احمد البيضاوي الله يرحمه مادونا كاينين فنانه اللي مازالين عايشين انا الكاوي بكي مخفي الكيف الدات ما برالي من بعد الكويت ومريت جراحي طالي نحيا حتى يهولوني ونعود نسهر الليالي جراح الحب والهوى والاجرام لازال بجراح الهيج والغرام والغيوان شطنا تبالي هادو من غير شك زادوا للقلب هوالو بيهم شطون كيفران وقدر نعمل غني العالي سبق لي نصرفوا الوحدة بميجالو لازلت أم لازم الصبر صبري صاب العز في الليالي وفي التحمل الهوى وتقدر تحمالو حضروني يا اهلي ولاش لوموني اقدر حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالو
وانا بقرايحي اللي شاكي باكي من هموم قلبي ووالو ترى مول الغرام تايه ترى حالو يعود سليم ترى يبقى هنين هايم لما يتهالو الغرام مصيبته مصيبة صغايا ليمي صغالي الغرام صعيب سول مالي هلي جالو الغرام يطوع السلطة لا سيما لي بحالي ديما غيظا عالعشق ما كايرتالو طوع كسرى على نصالو وما قاسم مع الهلالي ومطوع سيف الغنام العبسي ومتالو حضروني يا ولاش الحاج محمد بوزوبع قدوة للفن الملحن غادي يبقى فنان نمتلو في هذا الزمن الحاج محمد بوزوبع فنان لن يعوض الحاج محمد معلمة في تاريخ الملحون جمع فيه ما تفرق في غيره فيه معلم ديالي وأب خصنا إن شاء الله تكون واحد المدرسة وتسمى بمدرسة الحاج محمد بوزوبع للتراث الأصيل الحاج محمد هرم ديال التراث الملحون الحاج محمد بوزوبع في البال وعلي بقى ديما في البال نبي صليت مولاي محمد حالاتي